ونحب الله عز وجل لأنه سبحانه متفضل علينا بالنعم التي لا تدخل تحت إحصائنا. أليس الله عز وجل هو الذي وفقنا فهدانا؟ وهذه أعظم نعمة دنيوية يؤتاها العبد المسلم. أليس الله عز وجل أعطانا هاتين العينين اللتين بهما نرى ونبصر؟ بلى، يعرف قدر هذه النعمة من فقدها. الأعمى يا أحبابنا لا يعرف التمييز بين اللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأصفر، لأنه لم يبصر في حياته التفرقة بين الألوان، لكن كل واحد منا يعرف الفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا، يعرف الفرق بين ما يعجب مما خلق الله عز وجل فينظر إلى عظيم خلق الله مندهشا، لأنه يرى العجب فيما خلق الله سبحانه. ينظر إلى السماء فيرى العجب، ينظر إلى القمر حالة كونه بدرا تاما فيرى من علامات عظيم خلق الله عز وجل ما يرى، ما يعجب الناظر. ينظر إلى البحار فيرى جمال هذه البحار، ينظر إلى البساتين والأشجار فيعتجب بهذه الهيئات والصور التي يقع عليها باصره أو باصرته، لكن الأعمى حرم من هذا كله. الإنسان الأصم الذي يفوته التفرقة بين الصوت الحسن والصوت القبيح لكونه أصم، لا يعرف التفرقة بين قارئ القرآن المجود حسن الصوت في تلاوته من صاحب الصوت القبيح، لا يعرف التفرقة بينهما لكونه أصم، لا يعرف التفرقة بين صوت العصفور الذي غرد الذي يعجب المنصت إليه وبين الأصوات الأخرى التي لا تعجب، لأنه أصم. يعرف الواحد منا عظيم هذه النعمة، نعمة السمع، حين يرى ويعرف حال هذا الأصم الذي لا يميز بين الأصوات. من الذي أعطاك سمعك؟ الله. من الذي أعطاك القوة في بدنك؟ من الذي أعطاك الفهم السليم؟ من الذي خلق فيك الدراية لمعاني آيات كتابه؟ تقف عند آية من آيات كتاب الله محتارا من عظيم ما فيها من المعاني، فتقول سبحان الذي أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من نعم الله عز وجل علينا،